Hello everyone, أهلا بيكم في الحلقة العاشرة من سلسلة Diamonds of English Idioms. النهاردة معانا الإيديوم العاشر، تعالوا نشوف بيقول إيه. Hold your horses. Hold your horses. Hold your horses. يعني إيه hold your horses؟ طبعا لو ترجمناها literally هيبقى معناها امسك الحصان بتاعك أو امسكوا الخيول بتاعتكم، وطبعا مش دوت الميننج اللي جوه الإيديوم بتاعنا. لما أقول لحد hold your horses معناها إني أقول له slow down. slow down بمعنى إن أنا أبطأ من الحاجة اللي أنا بعملها. مثلا لو أنا كنت بسوق فبقول لحد hold your horses. I know we are late but I want to go to the party alive. يعني بطأ شوية. لو إحنا مثلا حد بيسوق بسرعة فبقول له بطأ شوية، أنا عارف إن إحنا متأخرين بس أنا عايز أروح المكان دوت وأنا إيه وأنا على قيد الحياة. فده مثال بمعنى slow down. ممكن أقول hold your horses لحد عشان أقول له wait، عشان أقول له انتظر. يعني مثلا we have a lot of jobs to do before going out so hold your horses، فحاول إيه تنتظر شوية. يبقى المعنى التاني اللي هو wait a moment. تالت معنى اللي هو be patient. يعني ايه؟ يعني كن هادئ، كن صبور. لما بيكون حد so excited وعايز مثلا يعمل اي حاجة او مثلا make a decision فبقول له hold your horses to consider his decision before taking an action. يعني بقول له ان هو يفكر تاني قبل ما ياخد القرار. زي ما احنا كده شايفين في الصورة اللي قدامنا، يبقى الإيديوم بتاعنا hold your horses هقوله لما اكون عايز اقول لحد to go more slowly or to wait a moment or to be patient. وده كان الإيديوم بتاعنا النهاردة، وده كان الدايموند بتاعنا النهاردة. Thanks for watching and see you next time.